في كلمتين الناس بتفتكر ان هم زي بعض، في كلمه اسمها اتصال وكلمه اسمها تواصل. الناس تفتكر الاثنين حاجه واحده، لا. الاتصال كلمه محدوده جدا بالنسبه لكلمه تواصل، كلمه تواصل اشمل. الاتصال كلمه ضيقه، التواصل كلمه اوسع، لانه التواصل ده ممكن تستخدم فيه ادوات كتير، ممكن تستخدم فيه لغه، ممكن تستخدم فيه نظره، ممكن تستخدم فيه مشاعر، ممكن تستخدم فيه وجدان. كلمه تواصل كلمه مرتبطه اكتر بالبني ادمين مش بالالات، كلمه لها علاقه بالمجتمع، كلمه لها علاقه بتكويننا اللي ربنا خلقنا عليه، ان احنا مش بس ناس معلوماتيين، لا، التواصل فيه المعلومه وفيه التكاتف وفيه التفكير الجماعي وفيه ان انت تروح عن الاخرين وتنقل لهم تجارب. التواصل فيه ان انت حتى لو طلعت على الشاشه مش بالضروره تبقى جاف او تبقى مباشر بدرجه تخلو من المشاعر. التواصل كلمه كبيره جدا. احنا النهارده عندنا نماذج من التواصل، تواصل لما يبقى في شكل دعوات جماعيه لما يكون في اسره عندها ازمه، تواصل لما يبقى من شباك او بلكونه، وتواصل لما يبقى من خلال شاشه التلفزيون. حلقه تواصل بعد الفاصل. لو حتى عملت مشاكل مع الناس دول انا هخليك تروح. خطفوني. كل ما كان الوقت بيطول كل ما كان الامل بيقل. واحد كسر الازاز وفتح اللوك بتاع الباب واخدني. كان جوايا انا شخصيا قناعه معينه اني مش هشوف ابني، مش هكافئهم واديهم فلوس. فلا تضغط وشك. انتوا بتفحصوا معظم الكاميرات اللي موجوده في المسار الافتراضي للعربيه. فضايح فضايح يعني. ما هي خالتك مش قليله برضه. انا جاي الحق الامور. كانت بتحلم بيا وبتتمناني قبل ما اجي بكتير. كتب ايه شكسبير؟ هاملت. بنت اختك حلوه واموره كده، عايزين نطلعها في التلفزيون. انا اتفتحت في العياط يا منى. نموذج الناس اللي يعني ربنا يدحرجهم كده قدامك في اليوم عشان يقفلوا اليوم قدامك. يا سلام. احنا انت منى الشاذلي قاعده البرنامج معاكم منى الشاذلي. قول والله ايه ده، انا مش هروح سي سي سفر برضه. حد جرب يحط الملوخيه عليها ليمون وتشوفوا طعمها يطلع ايه؟ لا 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 بدل ما قلت لها ليها 900 ام بخونك. زمايلي قالوا لي على بوابه معينه اطلع منها وقالوا لي ان دي امان وهي دي البوابه اللي الكل اتضرب عندها. اقول ايه، من سنسن ولا تنسناء؟ مضطر اقول مع الاعلاميه القديره سنسنه. دول مش ولادي على فكره.